فيها ربما يكون ما هو هناك التيار نازل وده يقعد تشرينين هم نازلين. لا تيار يعني في جزئية خذها مني التيار. نازل خذها مني على كيفك انت اصبر خذها مني نازل انا اقول لك اياها نازل اصبر كيفك. اولا بيان سيد مقتدى الصدر واضح انسحابه من اجل الشعب والدولة العراقية. لا لكن اليوم المقربين من تارد يقول لك لانه احنا همشنا واقصينا. لا كيف هم شو بسبب الثلث المعطل؟ لا لا والله ما قصيتهم الى سحر. اولا السيد مقتدى الصدر زعامة دينية وسياسية معتبرة وبالتالي التضحية التي قدمها من أجل أن يكون هناك انفراج لتشكيل الحكومة لا يأتي بعد حين ويذهب باتجاه انزال جمهوري للتصادم مع مؤسسات الدولة. أنا ما راح أسلمها للتوافقية تغريدة. هذا واضح هذا واضح لكن كيف وحتى على مستوى الحراك حتى وإن كان هناك حراك فالواضح أن الحراك سلمي. السيد الصدر وأنا يقين كما أراك الآن وتريني أن سيد الصدر لن يذهب باتجاه التصادم أبداً أبداً.